المستمع نايف من اليمن من لحد بعث بقضية ملخصها أن له أخت تطلقت من زوجها طلقة واحدة وهي حامل 40 يوما، وحينئذ ندم الزوج ندما شديدا ويريد استرجاعها وهي تريد العودة إليه، ويسأل عن كيفية العودة وهل يلزم مهر وعقد جديد علما بأن الطلقة واحدة كما أسلفت. جزاكم الله خيرا. إذا كانت الطلقة واحدة ولم يسبقها طلاق يكملها الثلاث ولم تضع حملها، لا تزال في حملها، فله أن يراجعها، له أن يراجعها لأنها لا تزال في العدة. الله تعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، ما دامت في العدة وبقاء الحمل ولم يطلقها طلاقا بائنا فله أن يراجعها. نعم.